الشراكه اليوم اللي غتكون عندها اهميه ان شاء الله في المستقبل، انه دفعنا ان شاء الله باش يكون يعني واحد المخزون كافي للمرضى، وان شاء الله موضوع حد المعاناه ديال المريض اللي بعض المرات تعاني يعني في التنقل ديالو، في حاله الى يعني ما لقيناش الصرف الدموي ديالو هنايا وتبداو بالتعليم، يكونوا ندوات او شراكه، اتفاقيه شراكه معهم من اجل تحسيس الطلبه اللي عندهم 15 سنه من الفوق، كذلك مع ائمه المساجد تحسيس الساكنه. اذا حسنا هاد الناس بواحد الطريقه عامه بواحد الطريقه احترافيه، كنظن ان ثقافه تبرع بالدم غتكون منتشره في الاقليم. انا هادو هما جوج نقاط اللي بغيت نركز عليهم. اما الحمد لله الرغبه والاراده موجوده عند الساكن ديال مدينه العلاش. غادي نمروا من الكلمات المقتضبه للاخوان الحاضرين هنايا اللي هما داعمين وشركاء لهذه العمليه هذه من هذه الشراكه. غادي نبداو بقيدوم العمل الاحترافي في العمل الجمعوي في العريش، واللي هو في العمل الاحترافي، واللي عملوا في العمل الاحترافي، واللي صاحب بكر هو الرئيس ديال دار حنان اللي قريبه منا، رئيس ديال جمعيه ديال الاعاقه اللي هي مركز احترافي اللي كاين في سيفسا، هو المسؤول على المركز ديال تصفيه اللي عطى الجمعيه ديال الاحياء ديال التبرع بالدم بالطريقه الاحترافيه. ما غادي نزيدش نكثر لان علمني فخصني نعطيه قيمته. يتجه مثلا جهويا المركز الجهوي ديال طنجة او ديال تطوان، وشكرا. بحكم على انه مدير ديال منظمه الهلال المغربي، الهلال الاحمر المغربي، وهذا شريك معنا لان كنوجدوه في الاوقات الصعبه في المساله ديال التعليم وديال بلوغ المناطق النائيه، وهذا بان في العمل ديالو معنا، كان في البوادي في القرى النائيه. يعني بالدم على الصعيد الاقليم، هاد الناس شنو هما العراقيل اللي كاين عندهم؟ علاش ما كيتبرعوش؟ علاش لما غادي يمشوا غير فهموا يعني علاقتهم مع الدم ديال التبرع بالدم. انا كنشوف قصة تكون من المؤسسات، تكون ثقافه من الطفل للشاب المسلم، تكون هذه الثقافه اللي تبرع بالدم، وبفضل ذاك المتبرع الدوره الدمويه ديالو، والاخوه التقنيين والساده الدكاتره عارفين هذه المساله. ونشوفوا مثلا بحال مثلا حنايا هنا في القاعه جو بونس رحنا 20 ولا، الا درنا بوشور غير مثلا العائله ديالنا، الا جبت انا جوج ولا ثلاثه مثلا العائله ديالي، ويمكن نجيب اكثر، او عندي واحد المتبرع المتصدي، الا درنا العدد 20 يعني راح غادي ديباسيو واحد 40 ولا 60 ولا 70. كاين مساله عاوتاني، نشوفوا الجمعيات بحكم التخصص، نشوفوا الجمعيات الرياضيه بالنسبه للشباب ديال القاعات، الجمعيات الرياضيه ديال الالعاب الجماعيه مثل كره القدم، القاعات الخصوصيه، المعامل اللي كاينه مثلا هنا في الطرق الاقليمي والجهوي، ويكون التفعيل بالمنابر الاعلاميه عاوتاني، التوعيه ديال الفائده ديال التبرع من الوجهه الدينيه، من الوجهه الصحيه، من الوجهه هذا. والاخوان تبارك الله راه عندهم كفاءات وعندهم تخصص في هذه المسائل وهذا العمل التطوعي، والشكر موجه للجميع. غتعطيهم يعني من الناحيه الشرعيه، من الناحيه العلميه، من الناحيه الفائده ديالهم من هذيك التحسيس، بالتالي نقدروا نوصلوا لواحد النتيجه تكون ان شاء الله احسن من السابق. ولماذا ان نديروا واحد تقييم الحملات السابقه على اسرو باش نعرفوا مكامن الخلل اللي كتزيد تحقق الدم، ما كرهناش التكوين. انا مره خا كنت قلت للاخوات يعني عايده بيناتنا، ولكن دابا ابيت الا ان نقول يعني هذه باش المهم توصل ان شاء الله يكون يعني تكوين متخصص. يعني عفوا ضويه تحت اللواء الفيدراليه المغربيه، غادي نعملوا واحد الدوره تكوينيه في الرباط، حيت دابا كاين عندهم واحد القسم ديال يعني المندوبيه اليوم كنطلقوا له. بالنسبه لي اللي تقال كله كان جميل، كان في الموضوعيه ديالو فعلا. حنا هضرنا على التواصل، هو اكبر اشكال كان واجهوه، لان في القول الاكثريه واحد كيعطي المعنى واحد كيفهمه معنى اخر، هذا خصنا نصلحوا هذا الموضوع هذا بيناتنا، ما تكونش يعني لي بونساري هذه يكون ولا عند الاخر واحد شد نقطه واحد كيترجمها بالطريقه اللي هو كيشوفها،
يعني خاطئه ديما نقولوا بحسن الظن مع بعضنا البعض. بالنسبه لهذا الشيء كله اللي تكنقولوا ان المصداقيه هي اهم شيء، القول مع الفعل. نكونوا مساهمين في رفع المخزون ديال الدم على الصعيد الوطني. الان وسائل الاعلام على الصعيد الوطني كتتكلم على ان المخزون ديال الدم على الصعيد الوطني فيه واحد النقص، وهذا هو ديدنا حنا، واننا حنايا كجمعيه شنو الهدف ديالنا؟ هو اننا خصنا نحققوا واحد النسبه في ديك المخزون. فاذا كان العمل ديالنا احترافي ممنهج غادي نقدروا نمشيو بعيد. ما نمشيوش ديك المساله السابقه اللي كنا كنركزوا على الحملات. الحملات ما عندهاش الدور ديالها، فممكن الحمله تعطيك واحد الكميه كبيره ديال الدم، ولكن هذاك المتبرع اللي كيجي ما جاش عن اقتناع اللي غادي يعطي الدم باش يستافد منه، ويكون ما يكونش ديك الدم عنده واحد كيكون ديك الدم تسمم. بحال ايش السيده بن شمس الله يرحمها كانت هي المسؤوله، هذه مديره وطنية على الصعيد الوطني، كانت هي المسؤوله على الصعيد الوطني في مركز ديال تحقن الدم في الرباط. منعت التبرع بالتعويض. شنو هو التبرع بالتعويض؟ هو هذاك السيد اللي كيجي عندنا كنقولوا السيده ديالك كتولد راه خصك تمشي تجيب ثلاثه ولا اربعه الناس من العائله ديالك باش يتبرعوا بالدم. وكيمشي ديك السيد عند خالو خوتو وعمته وكيبزز عليهم يجيو يعطيو الدم. هذوك الناس كيجيو يعطيو الدم، ولكن هما ما باغيينش ديك الطريقه. فديك العمليه اللي من الدار حتى المركز الدم اش كيوقع؟ السيد كيتغير، ملي كيتغير كيتسمم الدم. ولا نشوف شي اخ ينشرها للجميع، المهم انت باقي نسينا جيبها هي، لا بغيت تصور هذا قبل ما نفطر صافي. ولا ثلاثة أو حتى أربعة المرات على حسب الرجل كيتبرع أربعة المرات في السنة، المرأة كتبرع ثلاثة المرات في السنة.